أحسن الله حالك أخوي الغالي تسلم، وصاحب دنك ولا هند إيه بالله هذا صحيح وهذا الصدق سلمك الله، ما أحد سالم من الناس والله ما يسلم أحد، إذا الله سبحانه جل في علاه خالق الناس ورزقها ومحييها ومميتها. قالوا عنا ثالث ثلاثة وقالوا يده مغلولة، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا عن الله والله سبحانه تعالى عما يصفون وتعالى عما يشركون، وقالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا مذموم، وطلعوا عليه من الإشاعات والافتراءات من الله بعلي، وانتهكوا عرضه بحادثة الإفك، وعدوا أخطاء يعني من امتحنوا بنفسه وامتحنوا بأهله وامتحنوا، فهذه يعني شيء طبيعي، وأنا أخوك هذه ترى سنة الحياة. وفي سلمك الله يوم حساب، يوم الحساب يوم العرض الأكبر في قضايا كثيرة بالحياة الدنيا مؤجلة للآخرة. والله سبحانه ما خلقنا عبث، خلقنا العبادة وخلقنا وسيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وسلمك الله هذه سنة الحياة يعني لا اكتراث ولا اي والله، هذه لا الامر طبيعي يعني، هذه سنة الحياة وهذه سنة البشر، في حساب يوم القضاء الاكبر في امور مؤجلة إلى الأخرى، إلى يوم القيامة، إلى يوم التغابن، إلى الحياة الأخرى الأبدية، في تصفية حسابات وفي أمور هذه أي والله على قولتهم. وسلامتك والكلام يطول. إضافة بسيطة إلى أن الآخرة أمام الجميع، وكل نفس بما كسبت رهينة. تذكرت لبيت من عرض قصيدة أقول كل يموت وله بالأخرى مواعيد، يوم بها المولى يحاسب عباده. وسلامتك.